تعرفون قصة علي بن أبي طالب مع عمرو بن ود؟ لما جاءت غزوة الخندق وكان عمرو بن ود رجل من العرب الشجعان بطل، فلما جاء وش قال؟ قال يا محمد إنني اشتقت إلى النار، فهل من قومك أحد اشتاق إلى الجنة؟ في أحد يبغى يبارزني ولا لا؟ فما تقدم تراحت حتى قام علي بن أبي طالب رضي الله عنه فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ عمامته، ودخل علي بن أبي طالب وضع العمامة بهالطريقة. العمامة وضعها علي بن أبي طالب لأنه كان شاب صغير، ولأن عمرو بن ود صديق أبوه فخشي أنه ما يقاتله. فلما دخل قال من أنت؟ قال رجل من المسلمين. قال أفصح عن اسمك. قال أنا علي بن أبي طالب. قال أرسلوك لأنك أصغرهم؟ قال لا والله، إنما أرسلوني لأنني أقلهم شأنا. هذا تواضع من رضي الله عنه. قال يا علي ارجع، فإني لا أريد قتالك، فإن أباك صاحبي وإني أخشى أن أفجع أباك فيك. قال علي أما أنا فأريد أن أفجع أباك فيك. والله ماني براجع. قال أقاتل؟ قال تقاتل. قال أبغى منك ثلاثة أشياء. علي يقول أبشترط عليك بعد.